هم الست والسلام، هي الطفلة والصديقة والزوجة ومنبع الأمان. هي مش أي حاجة، عشان هي كل حاجة. مركز حواء الطبي ومستشفى الدكتور فهمي لعلاج تأخر الإنجاب بيدي الأمل لكل حواء نفسها تبقى أم، لأنه مجهز بأحدث الأجهزة المتقدمة للحقن المجهري والتلقيح الصناعي، سونار ثلاثي ورباعي الأبعاد. في مركز حواء الطبي أعلى نسبة نجاح لأطفال الأنابيب، وأحدث أجهزة الليزر لاختيار نوع الجنين وجراحات التجميل والبشرة. في مركز حواء الطبي خبرات عالمية من أطباء واستشاريون النساء والتوليد وأطفال الأنابيب. طوارئ 24 ساعة وعيادات يومية. أفضل الخدمات الطبية ووحدة عمليات جراحية على أعلى مستوى، مع الإقامة الفندقية الفاخرة بمستشفى الدكتور فهمي. مركز حواء يجمع الخبرة والتميز ودقة الأداء. الدكتور فهمي أحمد رمضان، استشاري التوليد والمناظير والحقن المجهري، متخصص الحقن المجهري ديرماس برمنغهام إنجلترا، متخصص طب النساء التجميلي، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم، برحب بكم في دردشه طبيه. معاكم الدكتور فهمي احمد رمضان، استشاري نساء والتوليد والحقن المجهري، المدير الفني لمركز حواء الطبي بحلميه الزيتون، والمدير الفني لمستشفى الدكتور فهمي بالمطريه. بدايه بنقول الحالات اللي هي عندها تاخر حمل وبتبحث عن حمل، هل الفتره كافيه ان احنا نبدا نوجهها لموضوع حقن مجهري او لا؟ بدايه لو في علاقه زوجيه مستمره بين زوج وزوجه لمده سنه كامله وما حصلش حمل، بنبدا نبحث طب ايه السبب، طب ايه الحل اللي احنا نوجهها اليه بحيث ربنا يكرمنا ونطمن عليها ويحصل لها حمل. أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا هنعيشها صح، ومعانا النهاردة الدكتور فهمي أحمد رمضان، استشاري النساء والتوليد والمناظير والحقن المجهري. أهلا بحضرتك يا دكتور، نورتني وشرفتني ونورت قناة الصحة والجمال. أهلا بك يا دكتور. كنا عايزين نعرف من حضرتك إيه هي الاستجابة المفرطة للتبويض؟ هو ده لا شك إن ده البعبع بتاعنا عموما، اللي هو الناس بتقلق منه، والدكاتره يقلقوا اكتر. الناس ممكن ما تكونش فاهماه شويه، انما الدكتور بيبقى فاهم القصه، ممكن يبقى اكثر قلق من الموضوع ده بالذات. هو بتبقى الناس اللي عندها تكيس مبايض وارد قوي ان انا ما بديش امان قوي ليها في التنشيط بتاعها، لابد ان اكون حذر جدا في تنشيط تكيس. السيده عندها تكيس مبيض، تكيس مبيض ممكن انا اعرفه عن طريق تحليل دم هرموني في اي وقت من الشهر، بسميه الاي ام اتش، او تحليل في اي وقت مش محتاج وقت مش معين، مش محتاج وقت مع الدارة او لا. ده مخزون المبيض بنعمله في اي وقت بحيث يبقى انا عندي فكره الست دي مخزونها ايه. غالبا الناس اللي عندها تكيس مبيض بيبقى مخزونها عالي، يعني انا عندي واحد رقم صحيح، واحد اتنين، ده المخزون العادي بتاع اي سيده. اقل من واحد صحيح يبقى ده مخزون قليل، اكتر من واحد اتنين تلاتة مفيش مشكلة، اكتر من كده بيبقى داخل على تكيس مبيض. يعني ايه تكيس مبيض؟ يعني مبيض ليه منظر معين بالسونار، ليه صفات مع السيدة اللي هي عندها بتشتكي من تكيس المبيض. مع التنشيط ممكن يحصل لي بعض المشاكل اللي هي ممكن تبقى يعني مشاكل كبيرة مش بسيطة. فبالتالي تحديد مخزون المبيض مع اي سيدة ببدأ احطها في كاتيجوري او في 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 قالب مع التنشيط، عشان ما يحصلش افراط في الاستجابه ونخش في مشاكل مش مشاكلها لطيفة. كبيره طبعا، جدا جدا لما بتحصل لا قدر الله بتبقى مشاكل مش لطيفه، حتى ممكن نوصل لعيا مركزه، واحده نفسها تحبل فجايه عايزه ننشط مبيض، وبعدين
تخش في سيكولي كده لحد رعايه مركزه تبقى الدنيا مش حلوه. فبالتالي بيبقى احنا حذرين شويه في موضوع السيده اللي هي عندها تكيس مبيض. مع التنشيط ممكن نخش في مشاكل. مع التنشيط باي شكل من الاشكال، احنا قلنا تنشيط المبيض ممكن يكون باقراص بسيطه. احيانا الاقراص البسيطه مع بعض السيدات بتخش في القصه دي. بتبقى في فرط في التبويض. فرط في الاستجابه، فرط في الاستجابه يعني هي بتستجيب بس بشكل زياده جدا. بزياده. يعني المفروض بتنشط بنسب معينه. بنشط دايما بقى السيده دي لما اعمل مخزون مبيض واحس المخزون عالي ببدا ابقى هادي جدا معاها، مش اي بروتوكول استعمله. في ده من اللونج بروتوكول ده ممكن يعني كل سيده ليها نظام. ليها بروتوكول عشان ابدا ان انا اقلل المشاكل معاها. في لونج بروتوكول، في شورت بروتوكول، في حاجه اسمها انتاجونست بروتوكول. ده غالبا بنستعمل شورت انتاجونست اللي هو بروتوكول اللي هو القصير في المده، وحاجه بنقول عليه كده انتاجونست اللي هي يعني بعمل كنترول للتبويض بشكل معين بحيث ان انا ما اخشش في الدايليما بتاعه الاستجابه المفرطه لتنشيط المبيض اللي هي ممكن ترسى على 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 تبويض عدد كبير جدا من البويضات على اساس في البطن. دي مشكله بقى. مشكله طبعا. طب في البدايه حضرتك قلت لي ان الدكتور بيقلق اكتر. طبعا طبعا، هي القصه في رقبته، يعني هي الست مالهاش ذنب في حاجه. هي الست بتسمع كلام الدكتور، هو المسؤول طبعا، هو فاهم المدرك القصه ايه. وكتير من الدكاتره بيعملوا كده في بدايه حياتهم حتى العمليه، كل طبعا المده زادت في كخبره، كل ما الدنيا اكثر ادراك شويه والمشاكل اقل الى حد ما. يعني الحكايه دي بتحصل مع الدكاتره اللي لسه مبتدئين، يعني قصدي ايه؟ قصدي الدكتور اللي خبره اللي بقى له وقت ده خلاص، يعني 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 غالبا اتلسع قبل كده، فبتبقى الدنيا اكثر يعني اكثر وضوح معاه شويه عن غيره. طب وفي الحاله دي بقى ايه العلاج في الحاله دي؟ بيبقى دايما علاج تحفظي. اولا احنا بنحب لو لا قدر الله مثلا جت العيانه هنسحب بويضات، يعني هي تم التنشيط بالنسبه لها واحنا مش واخدين اخوانا قوي، وبعدين جت يوم سحب البويضات تبدا تقول لك انا بطني مغاصه، انا بطني منتفخه شويه، انا مش مستريحه، تعبانه، مش مظبوطه. فنبدا نعمل برضه طبعا بروتين، بنعمل السونار، بنبدا بقى نشوف نقيس حجم المبيض. في حجم المبيض بيوصل الحجم التنشيط بيوصل لحجم معين، تنشيط الاوفر او الاستجابه الاوفر الزياده، يبدا المبيض بيخرج عن حجم معين، بيبدا يتكون سائل بريتوني بكميه يعني كبيرة. كميه معقوله. بتبدا بقى ان احنا نتوقع السيكولي، بنبدا ناخد بعض الادويه اللي نبدا نعمل ستوب لموضوع الاستجابه ده. بنسحب بويضات، لازم نسحب بويضات. بنتلاشى حدوث الحمل. يعني ايه؟ يعني في حاله زي كده سحبت بويضات، الدكتور المعمل اشتغل شغله العادي، قشر بويضات، خد السائل المنوي، حقن البويضات، اتكونت اجنه، ستوب، نعمل تجميد، والشهر اللي بعده بقى نتفاهم مع بعض. ليه؟ لان لو حصل حمل في نفس الشهر بتبقى الدنيا زعبيب بقى، يعني مش حلوه خالص. ايه اللي يحصل بقى؟ بتبقى الاعراض الجانبيه او الاعراض المصاحبه للاستجابه المفرطه بتبقى عنيفه جدا، والمشاكل تبقى عنيفه جدا. فايه المشكله؟ بفهم السيده ان حضرتك ستوب الشهر ده، نفس الاجنه هنجمدها وانقل الشهر اللي بعده. انقل الشهر اللي بعده شهرين مش فارقه، تبقى الاعراض هديت شويه. لان يعني لو نقلت في نفس الشهر وحصل حمل، بيبدا الهرمون اللي هو مسؤول عن الحمل وحراسه الحمل يبدا ان يعمل لي مشاكل، يبقى الاعراض تبقى اعنف وازيد واطول في المده. ايه الهرمون بقى؟ هرمون ايه؟ هرمون اللي هو الاتس اتش جي. بيبدا يطلع بكميه كبيره، بيبدا يستفز الانسجه، يبدا السائل البريتوني يبدا يزيد شويه، المبيض يكبر في الحجم، بتخش في مع الحمل، مع الحمل برضه بيبدا القصه دي تبقى ازيد شويه وتبقى اوضح. فلو عملت ستوب ان مفيش حمل يحصل لي واجل حمل الشهر اللي بعده يبقى خير، عشان ما تتضرش هي. وفي نفس الوقت برضه في تنبيه هام جدا، ممنوع العلاقه الزوجيه من بداية تنشيط المبيض، ممنوع العلاقة الزوجية العادية بين الزوج والزوجة. ليه؟ ممكن أنا أعمل ما انقلش أجنة، ولكن حصل في ممكن تخرج بعض بويضات. مع وجود علاقة زوجية أحيانا بقى تلاقي إن حصل حمل وأنت مالكيش ذنب فيه. فبالتالي بنقول لا، مفيش أي علاقة زوجية في حالات زي كده بالذات، مفيش علاقة زوجية مع تنشيط المبيض بحيث أنا أستبعد وجود حمل تلقائي. معايا؟ فدي نقطة مهمة جدا. طب امتى بتحصل؟
امتى بتحصل؟ دايما بتحصل مع السيدات اللي هم عندهم تكاثم ابيض، وكل ما يزيد الموضوع نسبه مخزون الميبيض كل ما يزيد كل ما عندي نسبه مشاكل اعلى. ممكن تحصل على فكره في حاله عاديه، خدت اقراص في ام 5 جنيه دي احيانا، يعني احيانا بتحصل المشكله دي احيانا اقراص ام 5 جنيه ممكن تاخدها من نفسها يعني من نفسها، ممكن عن طريق دكتور او دكتوره ممكن، وتلاقي دخلنا في استجابه مفرطه. بنشوف حالات طبعا هي مش كتيره قوي، انما هي حالات محتاجه حذر. عشان كده موضوع تنشيط الميبيض ومتابعه التنشيط ومتابعه التبويض دي مهمه جدا، سيان اثناء العلاج او سيان اثناء التبويض مهم. لازم ياخدوا بالهم وحذرهم. لازم في فولو اب كويس بالنسبه للسيده، عشان حتى لو حصل استجابه مفرطه مع الميبيض في التنشيط بتاعه، ابدا ان انا اعمل بعض ادويه اللي ممكن تهدي الدنيا شويه. ممكن بنركب قسطره معينه او درين او حاجه تنزح السائل الموجود جوه البطن عشان ما يعملش انتفاخ في البطن ويعمل ضغط على الرئه ويعمل ضيق في التنفس. دي مشاكل مش قليله، بيعمل حاجات تانية سلبيه كتير جدا جدا، ممكن ياثر على وظيفه الكلى، على الكلى ممكن ياثر على في قيء متكرر، انا مش قادر ياكل مش قادر يشرب، بيفقد جزء من سوائل جسمه فممكن اخش في مشاكل اكبر كمان. مشاكل اكبر ممكن نخش رعايه مركزه، فمحتاجين حذر شويه. رعايه طبعا طبعا طبعا، لو حصل خلل في سوائل الجسم خش رعايه عشان تبدا الكلام ده كله يتظبط. طب ايه الاحتياطات اللي المفروض الستات تعملوها عشان ما نوصلش للاستجابه المفرطه؟ هي الست ملهاش ذنب قوي، الا هي اذا كانت عارفه نفسها قبل كده. ست عندها تكيس ميبيض بتقولي كان عاملي دايما شعري زايد شويه، دورتي مش منتظمه، دورتي ملخبطه، عندي تاخر حمل، دي حاجات بتبقى لاند مارك شويه. هي عارفه احنا بالسونار مجرد ما بنكشف شكلها ممكن يبان عليه، مجرد ما بنكشف بالسونار بيبقى الميبيض ليه صفه، البويضات مترصعه على الحافه الخارجيه بتاعه الميبيض بيبان في السونار. الجدار الجدار بتاع الميبيض، الكيس الميبيض نفسه جدار بقى سميك شويه عن المعتاد. دي بعض حاجات بعض صفات ممكن احنا نلقطها بتبدا تقول لي ان دي عندها تكيس ميبيض، خد بالك بقى مع التنشيط. فدي نقطه مهمه جدا، نبدا وبرضو نديها التنشيط وبرده بجرعات صغيره وفتره اطول شويه ومتابعه، وبفهمها ان ممكن في اي وقت بنعمل ستوب. يعني الفيصل في القصه دي لما نبدا التنشيط هيبدا يزيد، ولو انا اديت الحقن المفجره بتبقى الدنيا مش حلوه. طيب بنعمل ستوب للحقن المفجره مهم جدا، بناخد ممكن نكنسل الدوره دي خالص، حتى لو حتى الحقن المفجره ممكن ناخد البويضات ونعمل اخصاب للبويضات ونكون اجنه ونجمدها وما نقلش الشهر ده، وابدا اشوف الشهر اللي بعده هنعمل ايه اللي هيحصل. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني مع دكتور فهمي احمد رمضان. اتفضلي اتفضلي. بالنسبه هنمسك لعنصر السن، احنا قلنا لو في سنه مرت وفي علاقه زوجيه منتظمه، ما كانش الزوج بيسافر فترات طويله، او اذا كان في نبطشيات متكرره بره بيته والعلاقه منتظمه وبدون اخذ اي وسيله منع الحمل. احيانا تلاقي الزوجه بتستعمل وسيله او الزوج بيستعمل وسيله يقول لك يعني احنا حملنا متاخر، فالاول بنركز ان ما فيش وسيله منع الحمل وفات اكتر من سنه، فبنبدا نبحث في الاسباب. مبدئيا بنشوف الزوج اخباره ايه. الزوج معانا كتحليل سائل منوي، ده الاساس بالنسبه لنا. تحليل سائل منوي طب يحلله فين؟ دايما بنرشد ان هو يحلل في معمل اجنه، مش المعمل الكيميائي العادي. المعمل الكيميائي العادي غالبا بيدينا اسطمبه كده، ما بتطمناش قوي. عشان اكون مطمن على تحليل الزوج يبقى انا بوجهه لمعمل حقن مجهري، هيكون الدنيا انسب شويه. هي مسكت والسلام، هي الطفله والصديقه والزوجه ومنبع الامان، هي مش اي حاجه عشان هي كل حاجه. مركز حواء الطبي ومستشفى الدكتور فهمي لعلاج تأخر الإنجاب بيدي الأمل لكل حواء نفسها تبقى أم.
لأنه مجهز بأحدث الأجهزة المتقدمة للحقن المجهري والتلقيح الصناعي سونار ثلاثي ورباعي الأبعاد. في مركز حوائل طبي أعلى نسبة نجاح لأطفال الأنابيب وأحدث أجهزة الليزر لاختيار نوع الجنين وجراحات التجميل والبشرة. في مركز حوائل طبي خبرات عالمية من أطباء واستشاريون النساء والتوليد وأطفال الأنابيب. طوارئ 24 ساعة وعيادات يومية. أفضل الخدمات الطبية ووحدة عمليات جراحية على أعلى مستوى مع الإقامة الفندقية الفاخرة بمستشفى الدكتور فهمي. مركز حواء يجمع الخبرة والتميز ودقة الأداء. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع دكتور فهمي أحمد رمضان استشاري النساء والتوليد والمناظير والحقن المجهري. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك. عايزين نعرف من حضرتك بقى ونكمل كلامنا دلوقتي الجنين اتكون، عايزين نعرف إيه الطريقة السليمة لنقل الأجنة. طيب هو طبعا يعني ده نهاية المطاف بتاع موضوع الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب. القصة دي كلها الغرض منها ان احنا تتكون اجنه. بعد تكوين الاجنه بنبدا ان احنا نتخير العدد بتاعها، نتخير التوقيت بتاع النقل، نبدا نفهم السيده بشكل جيد قوي ان هو الرحله الطويله بتاعه الحقن وبتاعه الشكشكه وبتاعه رايحه جايه على الدكتور، التعب ده كله معايا. هيبدا بقى الجزئيه الاخيره بقى اللي هي خلاص نقل الاجنه. نقل الاجنه بننقل في سمك رحم، سمك بطانه رحم معينه، ما بنقلش عند اي سمك. اذا كان السمك البطانه يسمح ان انقل بنقل. طبعا ده بقيسه يوم سحب البويضات. لما اسحب بويضات بنعمل كومنت على السمك. لو السمك ده جاي انهي يوم هتكون الطبقه سميكه عشان نرجع تاني. يعني يبقى في طبق، في سمك مسموح بيه ان بيديني علامه ان الدنيا هتمشي بشكل كويس، فبالتالي بنوافق عليه. فدي انا جيت سحبت بويضات لقيت السمك ده ملوش معنى، بكنسل ما بنقلش، والشهر اللي بعده بحضر البطانه بحيث توصل لي لسمك معين. اذا ما بنقلش وقف الدنيا ونبدا تاني شهر. لو انا عندي مشكله في سمك بطانه الرحم بعمل ستوب وانقل بعدها بالشهر اللي بعده. يعني وبحضر البطانه بشكل معين. سمك الرحم عشان سمك البطانه مهم جدا. سمك بطانه الرحم مهم. فده نقطه مهمه في موضوع نقل الاجنه. دي رقم واحد. رقم اثنين ان تبقى الحاله مستبعد انها تخش في استجابه مفرطه زي ما قلنا قبل كده. عشان لو نقلت اجنه وهي عندها بدايه استجابه مفرطه بتبقى الاعراض اكتر والمشاكل اكتر. فبرضو يبقى انا مستبعد ان انا اخش في استجابه مفرطه مع بعد نقل الاجنه. نقل الاجنه بنقل في اليوم الكام زي ما احنا قلنا قبل كده، ممكن اليوم الثالث او الخامس. اليوم الثالث لو عندي اجنه عددها نسبيا قليل فبطولش معاها بقى، بنقلها ثاني يوم، فبنقلها ممكن اليوم الثاني الثالث مش فارقه. لو عندي اجنه عدد كبير فانا بخلي الوقت هو يختار لي الاجنه الاكثر نجاح. فبنقل على اليوم الخامس بحيث يبقى عندي اختيار اوسع شويه. يبقى اذا العدد والجودة بتاعة الأجنة دول مهمين جدا. وسمك البطانة مهم جدا. رقم واحد مهم جدا معايا. دول بيتحضروا بشكل كويس بحيث يبقى أحصل على نسبة نجاح أعلى. كل ده بيحدده دكتور المعمل مع دكتور لا هو هو دكتور المعمل ملوش علاقة بسمك البطانة، أنا هو الراجل ده في معمله. بس ليه علاقة بالحيوانات المنوية وجودتها والبويضات وجودتها والأجنة وجودتها.
لكن دكتور النساء هو الدكتور اللي بيحدد مسؤول. سمك هو المسؤول. هو المسؤول التوقيت بتاعه هو مسؤول. طيب بعد بقى اما الاجنه بننقلها بعد نقل الاجنه بنبدا ان احنا بندي علاج تحضيري او علاج علاج مساعد على الست كانت قبل كده هرموناتها احنا مهدين الهرمونات بتاعتها خالص بحيث ان احنا نتحكم في وقت نقل الاجنه ونتحكم في مساعد الاجنه على النمو. فبالتالي بنبدا ندي هرمونات تعويضيه بحيث تساعدني ان الاجنه تنزرع في تجويف الرحم. معايا؟ بعد نقل الاجنه الاول بنحاول ان احنا نفهم الست دي ابسط خطوه ولكنها اهم خطوه. تخيل انك انت بعد الاجهاد ده كله وتيجي الست عندها فزع في الموضوع ده، عندها قلق، عندها توتر، مش هاديه. الرحم يبقى زيها متوتر زيها، ما نعرفش ننقل بقى الاجنه. فبالتالي انا حذر جدا معاها ونفهمها مره واثنين وثلاثه ان هدوءها بينعكس على هدوء الرحم، في انقباضات في الرحم عشان يبدا ممكن الانقباض ده ينطر الاجنه كاننا ما عملناش حاجة. يعني الرحله الطويله دي كلها ممكن بتبوء بالفشل نتيجه عدم تجهيز السيده بشكل جيد نفسيا. حتى لازم تكون مؤهله نفسيا، فاهمه احنا بنعمل ايه، والخطوه دي البسيطه دي ممكن ننجح وتنجح العمليه كلها، ممكن برضه تفشل من عصبيتها. فبالتالي التنبيه البسيط ان احنا نقل الاجنه محتاج مصاحب بهدوء من السيده اللي هنقلها الاجنه بحيث يبقى تساعدنا اكتر ان الاجنه تثبت جوه تجويف الرحم. طيب لو فرض مثلا نقلنا اربع اجنه، فهل الاربع ابناء ولا مش شرط؟ بص الاربع اجنه عند ال 40 سنه. ما عندناش مشكله اربعه، انما احنا قلنا العشرينات لحد الثلاثينات ممكن جنين او اتنين حتى لو نجحوا، يبقى لو حمل توأم مش مشكله. لو حطينا اتنين جنين لازم يبقوا طفلين ولا مش شرط؟ لا ممكن طبعا لما اجي احط جنينين يبقى اما حمل في توأم يا حامل في واحد يا ما فيش حمل. يعني وارد او في اختبار تاني بعديها. يعني ممكن ما فيش حمل، ايه المشكله؟ احنا زينا زي السيده اللي بتنقل الاجنه، بقول لها لو سمحتي بعد اسبوعين اعملي اختبار حمل رقمي وقولي لنا. ليه بنقولها؟ قولي لنا احنا ما نعرفش. طبعا. ربنا هيرزقنا بايه انا ما اعرفش. حمل ولا ممكن يكون برضه وارد حمل ممكن ما يحصلش، ما فيش استجابه. بنسبه كام في المية نجاح؟ بصي الافرج الرقم الافرج المقبول في معظم الاماكن حوالي هو 33%، بنقول لحد 40%، يعني كل تقريبا ثلاث سيدات بتنجح واحده من الثلاثه. هتلاقي بعض الاماكن يقول لك انا 80% و70% هو حر يقوله، بس الكلام الريكوردد في معظم الدول هو حوالي 33% و40%. بس دي نسبه قليله. هو قليله بس ده الموجود عشان ما نضحكش على بعض. هو ده الموجود. طبعا النسبه بتعلى اكتر من كده في حاله وجود سيده سنها صغير، السائل المنوي كويس، الاجنه مثلا درجتها كويسه، فبنتعشم او نتوقع تبقى الدنيا كويسه. وبرضو ان احنا نقول للسيده على نسبه نجاح لازم من الاول تبقى عارفه. عشان دي رحله صعبه ممكن في الاخر ما يبقاش في حاجه. بس هو برضو ال 40% دي او حاجه و30% دي ما هو بالنسبه لها بقى لها كام سنه؟ سنة واثنين وثلاثة ما حصلش حمل معاه، إذا هي نتائجها زيرو. فلما أطلع من زيرو لحد ال 30 ال 40 أكتر من كده دي حاجة كويسة مش وحشة. حاجة كويسة. عشان كده برضو براجعك بقول لك إن التلقيح الصناعي هو 10-15%. هو رقم قليل بس برضو رقم قليل بس بالنسبة نتيجة الزيرو هو برضو يعتبر رقم معقول. طيب إحنا بعد أسبوعين بتعمل تحليل تعرف حامل ولا لا؟ طب بعد قد إيه بتعرف في كام جنين؟ مع السونار لما تبدا الاكياس الـ 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 يعني عملنا اختبار حمل طلع ايجابي، وفي اكياس ممكن نلاقي كيس جوه تجويف الرحم، ممكن نلاقي كيس كيسين، كيس واحد فيه جنينين، وارد الكلام. فغالبا على بعد ثلاث اسابيع من نقل الاجنه ممكن يبان بدايه ان الاكياس الموجوده شكلها ايه وكم جنين موجودين. طيب برضو عشان ما انساش في نقطه مهمه، مع نقل الأجنة زي ما احنا قلنا ان احنا بنهدي السيدة بقدر الإمكان، بنخلي المثانة عندها مليانة شوية، ده بيسهل نقل الأجنة بالنسبة لنا. بنستعمل السونار في نقل الأجنة بحيث يبقى احنا أكثر حرص وحذر، عارفين رايحين فين وجايين منين. بنقل الأجنة عن طريق قسطرة بسيطة خالص، يعني قسطرة جزء بلاستيك كده ليه صفات معينة بس هو بطريقة بسيطة. بندخل الست العمليات نقعد 10 دقايق ربع ساعة بحيث تتأقلم على المكان، بنحط منظار الرحم بحيث برضه ما تبقاش هي قلقانه منه.
بنبدا نحضر عنق الرحم بغسول معين، بنبدا نحط الاجنه، وبنقل الاجنه عن طريق يبقى المثانه مليانه بحيث تفرد لي الرحم، ما يبقاش الرحم عاده في ثانيه بسيطه. ملي المثانه شويه بيبقى الرحم مفرود، ببدا اخش بشكل ستريت، شكل مستقيم، فده بيسهل لي نقل الاجنه بالنسبه لنا. بننقل برضو عن طريق جايد بالسونار بتاعنا بحيث عارفين رايحين جايين منين، بيعلي نتائج نسبه الحمل. بعد ما نقل الاجنه بنقعد 10 دقائق في اوضه العمليات نهدى شويه، وبعدين ننقلها الاوضه بتاعتها ونقعد نص ساعه. بعد نص ساعه دي ملهاش اي لازمه، يعني قصدي ايه، هتنزل تركب توك توك، تركب تاكسي، تركب عربيه خاصه، تركب قطر، ما عندناش مشكله. هتسافر من المكان بتاع لبلدها برضو ما عندناش مشكله. اذا في برضو بننبه ان في بعض سيدات بتفهم، كل ما بعض الناس بيجي يطلبوا عايزين نبيت في المستشفى عشان يبقى الدنيا تثبت، لا الكلام ده ملوش اي معنى، برضو احنا بننبه عليه. ممكن تروح عادي، ممكن تروح، ده المقصود، هتروح عادي ومجهودها في البيت مجهود متوسط، ده مهم قوي بالنسبه لنا. المجهود العنيف لا، العلاقة الزوجية لا، الدش مهبالي والتصريف والحاجات دي لا، يعني مفيش أي استعمال ممنوعة. مفيش أي استعمال مهبالي من تحت، تمام، ومجهودها متوسط في بيتها، أكلها وشربها عادي، دي كلها حاجات أيتيمز مهمة جدا. مفيش مجهود طبعا الإرشادات دي قبل ما تمشي بيبقى ورقة برينتد بس احنا بنقولها برضو حاليا بحيث يبقى الكلام مفهوم بالنسبة لمعظم الناس، يبقوا عارفين برضو، يبقى فاهمين فاهمين ايه الدنيا رايحة. طيب بعد كده يا دكتور بقى، يعني عايز اعرف بقى الاسلم الولاده الطبيعيه ولا القيصري في الحقن المجاري؟ بصي، مع الحقن المجاري مع المعاناه دي كلها، احنا عموما لو واحده ظروفها كويسه وحصل لها حمل تلقائي لوحدها وقعدت سنتين ثلاثه عقبال ما تحبل، ده من ضمن الحاجات اللي ممكن انا اعمل لها قيصريه حفاظا عليها وعلى البيبي. اذا دايما بتوع الحقن المجاري دول، ما هو دول قاعدين فتره طويله ما حصلش معاهم حمل، فبتلي على الاسبوع 38، فتره الحمل 40 اسبوع، فبتلي الاسبوع 38 ده توقيت مناسب متفق عليه ان احنا ننهي الحمل. هننهيه ازاي؟ غالبا يعني مش بطرق طبيعيه، انا قصدي ممكن نحط البوس ونجيب طلق، ما حدش هيستحمل الكلام ده، غالبا بينهى عن طريق ولاده قيصريه. بتبقى طبعا أسلم دلوقتي الولاده القيصري بقت سهله غير الاول، بقت يعني لا شك نسبه مشاكل الجراحات قلت عن قبل كده، يعني المشاكل الجراحيه قلت، نسبه المشاكل مع الجراحه اقل ما يكون عن قبل كده، فبالتالي احنا بنتخير اختيار الاسبوع 38 او بنسميه نص التاسع في ان احنا ننهي موضوع الحمل. افرضي جالها طلق وبنفحصها لقى الدنيا حلوه، مفيش مشكله، بس الاغلب طبيعي ما ينفع يعني ينفع لو الدنيا بقى غصب عن، يعني قصدي الدنيا كويسه او في طلق والرحم بيفتح والحوض كويس، ماشي، دي نسبه للولاده الطبيعيه، مش هنضطر، بس هي دي نسبه قليله جدا، هنا غالبا بتبقى الولاده بتاعت دول بيبقوا منسقه ومنظمه ومترتبه ان هننهي الحمل في الفتره الاسبوع 38 او نص التاسع بالبلدي كده. وفي نهايه فقرتنا بنشكر دكتور فهمي احمد رمضان على وجوده معانا، واستمتعنا معاه واستفدنا طبعا منه. دكتور فهمي احمد رمضان، استشاري النساء والتوليد والمناظير والحقن المجهري، وانتظرونا في الفقره القادمه. عموما اي عدد موجود في التحليل ده بيطمنا، العدد الكبير قوي مش مبيش معنى قوي بالنسبه لنا، انما عندي لو عدد وعدد قليل وارد قوي نشتغل فيه. لو احنا ما لقيناش صديد في البول، لو احنا لقينا عدد، العدد المقبول بالنسبه لنا هو 15 مليون، ده الرقم اللي هو المقبول، او اقل من كده، او اقل من كده في موضوع الحقن المجاري، يمكن لو الوفات معدوده في الحقن المجاري، او حتى لو ما فيش حاجات منويه في السائل المنوي، ممكن نتجه الى الخصيه وناخد عينه من الخصيه، ولو لقينا فيها حاجات منويه بنجمدها وبنشتغل بيها. اذا الزوج ما بيشكلش عقبه قدامي الا اذا السائل المنوي ما فيهوش حاجات منويه، ودخلنا على الخصيه ما فيش حاجات منويه، كده ببدا ان انا اقف وراجع حساباتي معاه. انما لو اي عدد ممكن اشتغل بيه، انما برضو بندور لو في صديد او حاجه ممكن الزميل استشاري التناسليه يبدا يتعامل معاه، بحيث وجود نسبه صديد بتعمل لي تعطيل او بتعمل لي برضو اخصاب مش جيد.
السكت والسلام. هي الطفلة والصديقة والزوجة ومنبع الأمان. هي مش أي حاجة، عشان هي كل حاجة. مركز حواء الطبي ومستشفى الدكتور فهمي لعلاج تأخر الإنجاب بيدي الأمل لكل حواء نفسها تبقى أم، لأنه مجهز بأحدث الأجهزة المتقدمة للحقن المجهري والتلقيح الصناعي، سونار ثلاثي ورباعي الأبعاد. في مركز حواء الطبي أعلى نسبة نجاح لأطفال الأنابيب، وأحدث أجهزة الليزر لاختيار نوع الجنين وجراحات التجميل والبشرة. في مركز حواء الطبي خبرات عالمية من أطباء واستشاريون النساء والتوليد وأطفال الأنابيب. طوارئ 24 ساعة وعيادات يومية. أفضل الخدمات الطبية ووحدة عمليات جراحية على أعلى مستوى، مع الإقامة الفندقية الفاخرة بمستشفى الدكتور فهمي. مركز حواء يجمع الخبرة والتميز ودقة الأداء.